الشاي. يلا ايش تعمل؟ اخلع كفو، خش طرف تاني، مش تتحركه. لا انا ما هو مبين. ايه لا والله انا عيني شوي ما مشوفة طاول. طاول هلا اسمع سعودي على السريع، طير وروح مثل ما قلت لك، جيب ايمان واحمد، جيب لي اياهم. يلا على السريع بتجيب ايمان واحمد تجي. هلا رح تشوفوا المقلب شو رح اسوي لكم فيهم، مقلب مرعب رح خليهم ينجلطوا. ادعونا تزبط. انا حرب الحين عم بخاف كمان. انت خليك معنا بس الهجوم تعرضوا له. سوق. هلا رح يف الباب مفتوح. هلا هيك قفل الباب مفتوح. تمام؟ هلا انا رح لازم اتخبى بمكان ما يعرفوا انه انا فيه. يلا. ملاحظة، رح ثبت اكثر من كاميرا باكثر من زاوية. تمام؟ رح تشوفوا الزوايا بالتصوير، اثناء التصوير رح تشوفوه. وطبعا اسعد في معه موبايل وانا معي موبايل. كل واحد راح يحاول يصور بطريقته من عدد الكاميرات اللي مثبتينه. تمام؟ Aslında biraz nahoş bir mesele için buradayım. Bir ihbarım olacak. Öms kasık dair. Nasıl planlanması yapıldı? Nasıl evlerinde kalan yaşlıların yaşlandığı için ne arabet, ne arabet! Ziyaretlerine izin verildi. Ne arabet? كيف طفي؟ ما بعرف.
شلون طفي لقى؟ وانا متخيل ايمان؟ انت ايش خيال يعني؟ ثلاثة بتخيلوا بنفس الخيال؟ الله واحد ايه بس ثلاثة شلون؟ ضبطنا المقلب قدر الامكان انا واسعد وطبعا مساعدة احمد. احمد كمان شوي كان عم يساعدني بالكاميرات. طبعا من عادة هاي عملت اكثر من خدعة وزبطت اكثر طريقة لحتى اقدر اطفي التلفزيون وحتى اقدر اقفل الباب عليه هون وسويت قلب حيلة لحتى زبطت المقلب. ان شاء الله يكون عجبكم يا شباب. ايمان حطوا لايك. شو شعورك؟ خفت.
انت هالمرة ما تعملي فيني مقالب انت طنيري انت سجدي الحارة انا شلا اقول لنا شباب اذا عجبكم المقلب حطونا لايك للفيديو وصلونا اياها ل 10,000 لايك مستاهل انا وايمان مو ايمان ايمان توديهم شيء ما في شيء راح ترد لك يا انتظرونا مقلب جديد اقوى من هيك مقلب جديد معي لا والله انا رعاه انت ما خرجك يلا يلا يا شباب راح نقلكم